خي كنتوقع عندنا شي جدال المباراة تلعب ربحة لي فارلو تشعادو الهدف فيهم مهم الخسارة ما كيناش علاش كتظن بلي الخسارة ما تكونش حيت ثلاثة الماتشات الاخرين ما خسرناش والمعنويات طالعين ديال اللعابة وان شاء الله يكون خير اخي ضروري اصاحبي ويلي ما خسروش السلام عليكم. اليوم مباراة صعبة بين فريقين الأكبر في المغرب إن شاء الله كنتمنوا نتيجة إيجابية من فريق الجيش الملكي ومباراة ما غتكون صعبة ولا سهلة وكنتمنوا من اللعابة يديروا النفس كيف ما كيديروا كل مباراة وهذه المباراة كتبقى عادية وكنتسناو شي تحفيزات من فريق الوداد البيضاوي ولا شي حاجة لينا كل ثقة في الإطار الوطني طالب وكنتمنوا من الإدارات تخدم مزيان وتجيب لنا اللعاب في المستوى لفريق الجيش الملكي وشكرا. اخويا عارف المقابله غتكون قويه بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ولكن ديما عسكر اخويا ان شاء الله غادي نربحوا الماتش ونرجعوا الايامات القديمه نرجعوا 2010 ان شاء الله نجيبوها من كازا. اخويا داكشي في الدم ديما عسكر داكشي الله اعلم الله اعلم غادي نربحوا ان شاء الله الماتش نربحوا باي طريقه. لا هي بصراحه غنتاقموا البطوله ديال 2013 اللي معروفه ما كانش منافسه شريفه كانت شرسه وداو البطوله ولعبوا السيناريو يتكرر وانت اسكت لعبوا داك كاس تويوتا ياك كاس تويوتا اللي كاين داك مكسيك شو سميت هذاك اورلاندو مكسيكي داك اخويا اورلاندو مكسيكي راه عنده حتى هو راه شي 8 سنين وماشي شارك في كاس العالم الانديه حتى هو راه عالمي بحالكم نتوما. المهم نتمنوا تكون مباراه زوينه في المستوى واخويا نتمنوا تكون مقابله شريفه و بطولة ودادية وتحية عسكرية لجماهير الوداد. صحيحات يا خوتي معكم محسن اجامد من مدينة شماري عسكري شال الموت وديما عسكر واليوم ان شاء الله نعاودو 2005 الا كانش 2005 جوج زيرو اليوم اربعة ان شاء الله ومكرهناش نوصلو للوداد وماركيو ستة السلام السلام عليكم خويا الماتش دراجه ولي فار خويا حنا جايين نضربوا الماتش ان شاء الله واخا حنا ما عجبناش هذيك الوضعيه اللي دايره الجيش الملكي حاليا الظروف اللي فيها وما كرهناش الجمعيه تبدل في جيبونا شي لعابه زوينين الماتش مربوح ان شاء الله.